الأيام ده هي اللي بنذكر فيها آلام السيد المسيح، تاخدنا إلى أجواء عميقة في محبته وإعلان الحب اللي ظهر على عود الصليب. المرة دي أنا سمعت كلام جديد عن كفن السيد المسيح، أثبت إن القدمين كانوا ممسوكين مع بعض بمسمار واحد، وده كان معناه كل ما يجي يتنفس بيدوس على المسمار ده هو ويتشد جسمه لفوق عشان ياخد النفس، فينزف أكتر من القدم وينزف أكتر من التعليقة في الإيدين وكل المفاصل المشدودة والجروح اللي على الخشبة كلها بتتحرك بألم. التنفس الطبيعي من 15 ل 16 مرة في الدقيقة، رب المجد اتعلق 3 ساعات، والثلاث ساعات دول فيهم كام دقيقة، وكل دقيقة فيها 15 شد على المسمار وعلى الألام وعلى الجراح. يا حبيبي أي ذنب حمل العدل بني فأزادوا ليس فيها من شفاء. كل التنفسات دي المؤلمة اللي كانت عشاني، اللي أنا بتنفس الهواء اللي اداهولي ببلاش وبدون ألم، قد إيه قوة الحب اللي أعلنت هذا الأمر. ومش بس كده، إن لما يجي في الألم دي كلها يقول جملة وهو على الصليب، هيبذل مجهود أكتر في إنه يتكلم ويتنفس في نفس الوقت، وأول كلمة قالها على الصليب: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عشان يقول الجملة دي وهو بيتنفس بالصعوبة دي، كمية النزف والألم اللي حصلت فيه ما تتحسبش، صعبة تتحسب. قد إيه إعلان الحب ده عجيب عجيب، نفضل طول عمرنا نشوف مشاهد في الصليب مش قادرين ندرك أبعدها. لكن اللي أنا عايزة أقوله، كل نفس بتنفسه في الأيام ده هي أذكر أنفاس المخلص، إن عشان أنا أتنفس براحة وعشان أفرح بالخلاص تألم مع كل نفس بيتنفسه. عشان كده المزمور كان معاه حق يقول: كل نسمة فلتسبح اسم الرب. مع كل نسمة بتنسمها وأنا مرتاحة أفتكر إعلان الحب وذبيح الحب اللي على الصليب كان بيتكلم بكل ألم من أجل أن يقول لي: مغفورة لك يا خطاياك، من أجل أن يقول لي: أنا عطشان، عطشان لخلاصك وعطشان لفرحك ولسلامك. إيه إعلان الحب العجيب ده؟ هذا هو الحب اللي لا يعبر عنه، اللي لا عقل يدرك ويحسب أبعاد هذه المحبة. في الأيام ده هي اللي فيها بنقرأ النبوات وبنقرأ كلمة الله، الكلمات ربنا دي أنفاس الله أيضا، فهل نتخيل إن الكلام ده مع أنفاس المصلوب تمنه إيه بالنسبة لنا؟ قوته إيه بالنسبة لنا؟ عمله إيه عشاننا؟ إحنا محتاجين نغرق في المحبة العجيبة اللي ظهرت على عود الصليب، وإن في الأيام ده هي نشاركه ألامه ونحس بمحبته العجيبة. وأحسن تعبير عن إحساسنا بحبه هو إن إحنا نقبل عمله الحقيقي على الصليب ونصدق إنه بيحبنا. إزاي بعد كل ده نشك في محبته؟ إزاي؟
ما حبيناش بالكلام ولا باللسان، لكن بالألم، بالحق، بالإعلان في كل نفس اتنفسه عشان. فهذه الأيام نقول مع بولس الرسول: لا أعرفه، عايز أعرفه، عايز أعرفه بجد، عايز أعرفه على حقيقته بحبه الحقيقي، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. خلينا نتشارك في الأسبوع ده مع ألام السيد، ونفكر فيها ونحسها وناخد موقف وناخد قرار. أنا أشك في حبه تاني، أنا أتذمر على أي نوع ألم في الحياة، أنا أبطل أشكر حتى على نسمة الهوى اللي ببلاش، اللي بدون ألم ما بعدهاش وأنا بتنفس، بينما الثلاث ساعات دول يعدوا كم مرة شد على المسمار، كم مرة نزف، كم مرة تألم الجسد كله وهو بيترفع وينزل بكل ألامه ودهية. وزي ما بيقول المرنم: لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك، ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب، فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب. لو صار حبرا كل يم وورقا